يلا بينا عشان نبدأ هنتفرج على الواجب. هقول التعليقات على طول. طبعا في تعليقات في التكوين والتصميم والنسب والمنظور والتظليل والتلوين، فلو وقفنا عند كل تعديل هناخد وقت طويل قوي في الواجب، وانتوا باعتين حاجة و30 صورة. فخلوني الأول هعلق على الشغل، كل واحد ينتبه كده على التعليقات اللي على شغله، وبعدين هسيب لكم كده فرصة للأسئلة بعد ما اخلص التعليق على الشغل. هعلق على هبة الأول. طبعا هبه عندها مشكله بسيطه في المنظور، طبعا الشغل جميل مبدئيا، بس انا هقول اللي هتكلم في العيوب اكتر عشان نحاول نحلها المرات اللي جايه ان شاء الله. يعني شايفه المنظور هنا هبه، الخطين دول المفروض ان هم متوازيين، انت عاملاهم مايلين، محتاجين نراجع خطوط المنظور. المج من تحت مدور اكتر، انت عاملاها مايل شويه لان اكيد كنت ماسكه اللوحه بشكل مايل. نسبه الفازه كانت اطول شويه، انت تخنتيها، المحور اللي هنا ده تخن شويه. مفيش صورة؟ ازاي مفيش صورة؟ لا، الصورة موجودة يا دكتور. صورة موجودة، الصورة تمام. موجودة. طيب كلنا نستفيد طبعا من التعليقات دي. هبة عشان ما خلصتش مرحلة التحضير وسابت المكان ده بلون الورقة، فبالتالي لما جت لونت ظهر ان الفازة فاتحة مش غامقة، فكان المفروض تديها درجة بني غامقة جدا، اغمق حاجة ممكن تجيبها لان الفازة غامقة. وبالتالي انا قلت لكم ما تحطوش حاجات غامقة كده عشان ما تمصش الإضاءة وما تعرفوش تستفيدوا منها، وبالتالي برضو ما تعملوش حاجات مزخرفه. بس في المجمل يا هبه الشغل كويس والتلوين جميل، بس خلينا نراعي الملاحظات اللي انا قلتها دي. شيرين نبيل، رائع يا شيرين. شيرين طبعا كملت النسب عندها تمام، التكوين معمول حلو قوي، الاضاءه هايله، وضع التكوين جوه الورقه مظبوط جدا، استغلال لون الورقه كويس، التونات والتظليل والاهتمام بالغامق والفاتح عظيم، فبالتالي مرحله التلوين جت في الاخر وتوجت بقى كل اللي اتعمل في الاول ده صح. فبرافو يا شيرين، شغل هايل ان شاء الله. شكرا يا دكتور. كنت عايزه اسالك بس على حاجه، انا حسيت ان التفاحه يعني اشتغلت فيها زياده شويه، خدت العين ولا كده لا عادي؟ مش واخده العين، الشين كله حلو ما شاء الله. شكرا يا دكتور. بالعكس التفاحه مدخله عينيك جوه التكوين كويس بالقطر بتاعها، جميل. طيب نشوف طيب سماح، جميل يا سماح، حلو التلوين. مرحلة المونوكروم برضو كانت محتاجة تخلص، لأن القماشة اللي في الخلفية غامقة، أنت عاملاها فاتحة يعني كأن الحاجات كلها لونها لون الجبس مثلا أبيض. بصي الموز لون الرمان، لون الفلفل، لون صباح الخير. الخلفية سبع الفل. معلش، هو العيب في التصوير، يعني الصورة كانت فاتحة جدا وما لاحظتش كده إلا بعد ما زورت، لكن في الحقيقة تمام. طيب والخلفية أنا خفت ألونها لأحسن اللوحة تبوظ، مش عارف لا الخلفية مائت كانت هتظهر العناصر أكتر، كان ممكن نغمقها فتظهر الفاكهة أكتر، بس طبعا قصة العناصر هايلة يعني كفورم وتكسيم وتلوين هايل. كان ممكن بس في الأول ناخد التكوين بشكل عرضي أحسن، مظبوط، عشان بس الحاجة تبقى حجمها كويس ومرتاحة في الورق، تمام. بس غير كده لا شغل عظيم. شكرا يا دكتور، شكرا. بعد كده حد من غير اسم، رضوى. ايوه يا دكتور، صباح الخير. ايوه يا رضوى، صباح الفل، حلو قوي يا رضوى. طبعا المرحلتين اللي فوق جنب بعض دول ايه؟ لا، دي واحدة زودت لها الكونتراست كده والتانية متصورة عادي. تاني متصورة عادي، ماشي، يعني تعديل بالموبايل كويس، جميل، حلو. مرحلة المونوكروم مكتملة، في خطوط كتير بس في القماشة شادة العين، يعني انت عاملة مبالغة قوية في القماشة. حسيت ان وحش. الفترات بتاعت القماش بتبينه اكتر، ما هو بان بزيادة تخطى في العين، انما هو في التكوين الحقيقي اهدى من كده، ماشي. ايوه فعلا، ماشي. طبعا الاشكال المزخرفة واللي فيها حاجات بتشغلنا عن ان احنا نجسمها، فبالتالي شايفة المنطقة دي تمام، انت عاملاها غامقة ولا فاتحة؟ عاملاها فاتحة. لا انت عاملاها غامقة، المفروض انت في مرحلة التحضير كنت عاملاها كويس، فكان المفروض يحصل ايه؟ تغمقي وراها اكتر، تجيبي اقصى درجات غامق ورا في القماشه، ما تشغليش بالك بالكسرات قد ما تشغلي بالك بالتون اللي ورا عشان يبرز القلب، وبعد كده تستخدمي بقى درجات احمرات فاتحه خالص في الفاتح. انت استخدمتي احمرات غامقه او بنيه صح؟ بني. وبصي الفلفلايه كمان، الفاتح بتاع الفلفلايه لونه ايه؟ لونه اصفر فاتح، انت عاملاه بني، ما انا ما ماشي؟ دخلتش الوان بقى، ما حضرتك المره اللي فاتت قلت لي ايه، امسكي قلم واحد يعني ايه؟ وافرشي بيه اللون كله.
يعني انا عملت كده يعني، يعني مثلا عملت الاول المونوكروم في غوامق تحت في الفلفل، تمام. بعد كده بقى ايه، مسكت قلم واحد اللي هو الاورنج واديته للفلفلية كلها، طيب ما كويس. عملتش زي فرقة الشجر. هسألكوا سؤال يا جماعة، أنا قلت اللي رضوى قالته ده ولا قلت في الفاتح بنمسك درجات فاتحة وفي الغامق بنمسك درجات غامقة؟ ردوا عليه. فاتح درجات فاتحة والغامق درجات غامقة. وقلت محدش يقرب من الغامق بدرجات فاتحة عشان مش هيعرف يغمق، ومحدش يقرب للفاتح بدرجات غامقة عشان مش هيعرف يفتح، مش قلت كل ده؟ ما أنا عملتها على ورقة الشجر. هل انا قلت امسكوا لون واحد وهاتوا اخركم فيه وادهنوا البتاع كلها؟ وحضرتك يا دكتور قلت لون واحد في المونوكروم بس، اللي ايوه هو بالظبط، درجة دنيا لون واحدة. واحد في المونوكروم. انما وقت التلوين قلت لكم قسموا خريطه بعينيكم وشوفوا الغامق فين والفاتح فين، وقلت لكم ان انا في الدقيقه الواحده كنت بمسك 6 اقلام ملونين عشان بلون بالغامق في الغامق وبلون في الفاتح في الفاتح، ده اللي انا قلته صح؟ بس فهمت غلط بقى. فاللي حاصل عندك ايه يا رضوى؟ تلوين، مفيش تقسيم، تحسي كل واحده واخده لون، وده اللي حذرت منه لانه بيقرب من الكرتون شويه، بتلاقي كل حاجه متلونه مساحه سوليد مفيش فيها الالوان الكتير اللي داخله مع بعض مجسمه الشكل. فهو حلو، حلو قوي في المجمل، بس تحسيه مش واقعي، تحسيه تكسير قواعد اكتر في ناحيه التلوين. انما المونوكروم واقعي، المونوكروم كويس لانك كنت مركزه في الغامق والفاتح. لما جيت تلوني لغيتي فكره الغامق والفاتح. عملت كل لون ده واحد. فبقى في حاجه مش منطقيه، بقى في غامق ناحيه الفاتح ناحيه النور. حلو؟ ماشي، كمل غيرها. زي لا مفيش غيرها، زي الفل كده خلاص. حلو، احنا مديين فرصه برضو لتكسير القواعد عادي، فالشغل حلو، بس انا بقول لك عشان تبقي عارفه اللي بيحصل ايه في الواقع. ماشي، تمام. شكرا يا رب. واحدة ده انت ده برضو انا. هاي ما شاء الله، طب ما انت عامله مجهود كبير اهو. حلو، طب اللي فوق دي ايه واللي تحت ايه؟ اللي فوق مصورة بالكاميرا عادي، هي بتبقى بهتانة. الألوان اوكي ماشي، الخشب ما انا ممكن اعلي الكونتراست من غير ما اغير في الالوان، مغيرتش، الا لو انت أنا عاوزه عملت تعملي حاله لو الكونتراست بس. تانيه مختلفه. لا الالوان اتغيرت، المود بتاع الالوان اتغير، فهو أنا جميل برضو غمقتها بس ما أكتر زالت بس لسه يعني. بحتاج. ما هي غامقه، لا يعني التعديل ممكن يبقى تعديل يظهر الالوان زي ما شايفاها في الحقيقه فيحسن من جوده الصوره، انما انت كده عبي في المود بتاع. ما فيش مانع نعمل ده عادي، بس ننزله بعيدا عن الواجب عشان ما يشتتش عينيكي، لان احنا دلوقتي بنتدرب على رؤيه الالوان بشكل سليم. ما انا عشان كده حطيت لي اتنين. تمام ماشي كويس حلو. خلاص تمام، المونوكروم كويس والتلوين هنا افضل، يعني انت ملتزمه شويه بالفتح والغام. ماشي حلو قوي، التكوين حلو يا رضوى، برافو، ماشي، شكرا تسلمي. يا دكتور. نعم، شوف بعد كده ايات عبد المعطي، يلا يا ايات. كويس يا ايات، بس أيوة التكوين دكتور. انت ليه مصوره الاباجوره في التكوين؟ ولا انت قصده ان هي تبقى جزء من التكوين؟ لا، ما كنتش قصدي، انا بس عشان الإضاءة بس مش اكتر. يعني التكوين بتاعك كده بالظبط. حلو قوي. طيب ليه رسمه بالعرض مش بالطول؟ انا يعني التصوير كان بالعرض برضه، فانا قلت ان انا في صورة عندي بالطول انت بس مصوره بالعرض، شلتها. انت كده مصوره بالعرض، بس انا مصورة بالعرض. لا دي كده مربع، انت واخده لا بالك من انا كنت المربع ماسكة التطير ولا مش واخده واخدة بالك؟ بالي واخدة بالي، بس انا كنت ماسكة الكاميرا مربع عرض بالعرض ولا فعلا. بس انا عاملة كروب قضيتي يعني. انا ايه؟ انا قضيتي المنتج النهائي، الصوره النهائيه عامله ازاي؟ الصوره ايوه مربعه، بالطول. انا دلوقتي مش عارف بالطول. التكوين بالعرض ولا بالطول، فانت لا، رسمتيه بالعرض مع انه هو هو اصلا بالعرض اصلا. هو يترسم بالطول لان الفراغ اللي فوق هيبقى كويس يدي براح كده للتكوين ويبقى مرتاح تمام، فيه. ماشي، طبعا ماشي، الاداء اوكي. جميل وفي تكسير قواعد حلو وفي حاله تعبيريه حلوه قوي، انا بس عاوز اكمل، يعني يمكن الورقه اللي انت مختاراها بس ناعمه شويه او اشتغلتي على الظهر فمش مساعداك ان لا انت تغمق، لا لا، ولا على الوش عادي بس. ما هو غمقناش؟ فكريا. ليه ما غمقناش واكدنا الالوان اكتر؟ يعني درجه الغامق دي بتاعت الكتاب مثلا ليه انت عاملاها اخضر غامق مع انها اصلا باينه قريبه من الاسود الضلمه خالص؟ يعني انا ده اغمق درجة اخضر عندي فين الاسود والكحلي والبني الغامق؟ موجودين. طيب ليه ما اشتغلناش بيه؟
مش احنا بس كنت حاسه بلوز يعني، بس كنت عايز اعمل كده، بس انا قلت ان انا لا اجرب الاول الاخضر الغامق لا انا قلت انت لو شفت الفيديو اللي انا برسم فيه والشرح انا قلت لك بنستخدم الاسود في الحتت الضلمه، صح ولا غلط؟ تمام. لان التون اهم من اللون، فانت دلوقتي كنت انت خايفه تلوني، فبالتالي اللوحه ما تلونتش. بالظبط. فليه ما تجرأي وتحطي الغامق في مكانه والفاتح في مكانه، هتلاقي الحاجه خلصت. ماشي تمام، هعمل كده ان شاء الله. تمام زي الفل. شكرا لحضرتك. لا هلا حزين، يلا يا هلا. طبعا يا جماعه انا قلت كتير نشتغل على وش الورقه مش الظهر، الوش الخشن، فما ينفعش تبقوا جايبين ورقه اصلا هي غاليه وتقوموا شغالين على الظهر ومضيعين القيمه بتاعتها. فجميل يا استاذه هلا، بس طبعا ظهر الورقه ناعم قوي فمش مديكي فرصه تلوني براحتك، المسام بتتقفل بسرعه والقلم بيخربش. حقيقي محتاجين بس نشتغل على وش الورقه المره الجايه الخشن. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. ماشي تسلم ايدك. طبعا كان ممكن القماشه كلها تاخد لون قوي كده ازرق بدرجاته في الغامق والفاتح تظهر، بس هو المشكله في الورق. هو هي انا اديتها لون وبعدين عملته بالابيض الباستل الحقيقه عشان تبان الكسرات. ليه ابيض؟ عشان تبان الكسرات. ما هي الكسرات دي كانت هتبان بالدرجات الازرق مع لون الورق. هي درجة الأزرق اللي عندي قريبة، درجات الأزرق اللي عندي قريبة من بعض فما بينتش قوي، عشان كده حطيت أبيض فوق. لا الـ يعني بصي على القماشة كده في الرسمة بتاعتك، كانت محتاجة أبيض ولا كانت محتاجة أزرق؟ لا هي محتاجة أزرق، بس أنا حبيت أفتح الأزرق بأبيض. فتح كده ولا عمل إيه؟ أفندم؟ هل هو فتح كده وظبط؟ ظبط الدرجة؟ لا هو ما ظبطش الدرجة بس بين الكسرات أكتر. بس مش قضيتي، انا قضيتي دلوقتي اللون اكتر. كده كده بتيجي بالظل ونور في المونوكروم وخلصت. فانا عايز اوصل للون، درجه اللون نفسها، فمش هجيبها بالابيض الباستل. الابيض الباستل المسام بتاعت الورقه خالص دلوقتي مع الخشب، يعني ده خامه وده خامه تانيه. اوكي فخلينا ببساطه كده نشتغل بس بالالوان الخشب ان شاء الله، وما نشغلش بالنا بالملامس والكسرات والقماش والتفاصيل والمعدن والحاجات دي كلها، دي مش قضيتنا دلوقتي. كده قلت لكم اعملوا تكوين بسيط، يعني حتى القماشه اللي هتتحط تبقى قماشه ساده ما فيهاش كسرات، والعناصر تتحط تبقى قله او فازه هاديه خالص ما فيهاش تفاصيل، مع تفاحه ميه وشكر. عشان اقدر ايدي تتحرك وتجري واعرف ادرج وادمج الالوان مع بعض، ما يبقاش تركيزي كله في ان انا اعمل تفاصيل. ماشي ان شاء الله. ميرسي قوي دكتور. كان ايدك. شكرا جدا. ساره الهواري، يلا يا ساره. يا دكتور صباح الخير. جميلة ان شاء الله، تسلم ايدك. حلو قوي التركيز على الجزء بتاع الورد والتفكيك بتاع الترابيزه. طبعا المنظور بس بتاع الترابيزه بس عامل ازاي المفروض يبقى العكس، يعني خلاص هنحافظ على الخط ده والخط ده هيميل كده، فممكن نعدلها معلش لو تقدر. تمام تمام ماشي اوكي. غير كده الشغل هايل، يعني شغل عظيم ما شاء الله. نشوف بعد كده ساره تاني برضو لهواش. جميل يا ساره، يعني ليكي لمسه مميزه قوي في الالوان الخشب، والغنى اللوني اللي انت عاملاه ده هايل. حلو فكره الترديد، ترديد الالوان. طبعا ده جزء من الواجب الجديد اللي هناخده النهارده، يعني اللي خلص التكوين بتاع الطبيعه الصامته المفروض ان احنا هنشرح النهارده ازاي تعملوا مبالغات في الالوان وتلونوا، يعني تروحوا ابعد من التلوين الواقعي، مش مجرد ان احنا بنرسم الحاجه بشكل واقعي وخلاص. فهنشرح ده ان شاء الله في المحاضرة عشان نبتدي نطبقه في الواجب. شكرا يا سارة. بس نطبقه في نفس ال على نفس الرسم، على نفس الرسم، يعني احنا عملنا مونوكروم ولونا فيها بولي كروم، هنعمل فوق البولي كروم مرحلة المبالغة، هنسميها مرحلة المبالغة اللونية ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. شكرا شكرا. يلا يا سارة. سارة قبيل، جميل يا سارة، حلو التكوين بسيط. كان محتاج حاجه هنا بس تعمل حرف ال مع حاجه تشد العين بدل القماش، بس طبعا انت درستي الموضوع كويس قوي والقماش نفسها درستيها كويس فوزنت الدنيا هايل. حلو قوي مرحله المونوكروم مكتمله، فبالتالي لما جيتي تلوني ما تعبتيش. فيا ريت نركز كده يا جماعه، لو خلصتوا مرحله المونوكروم بنسبه 80% هتلاقي نفسك ما بتتعبش في التلوين غير في بنسبه 20%، انما اللي هيعمل المونوكروم 10% مثلا على طول هيعرف ان هو هيقعد يلعب بالالوان بنسبه 90%، فطبعا اصعب ان انا اقعد اظلل بالالوان، التظليل بدرجه واحده اسهل.
شكرا يا سارة، شغل عظيم. أتمنى بس أشوف الشغل ده على الفيسبوك، يعني في شغل كتير أنا مش بشوفه للأسف. حاضر. شغلك يا سارة ولا لا؟ أنا والله يعني نزلت قبل كده بس مقلة بصراحة. لا ما ليه، شغلك كويس، خسارة يعني، خسارة، على الأقل الناس تعرفك كده وتبتدي ربنا يكرمك ويبقى يعني باب لمصدر رزق بعد كده، ويبقى الناس عارفين انك فنانه وبتشتغلي في المجال ده، صح؟ ربنا يخليك يا دكتور، تسلم. ولادي الشهاده جميله من حضرتك، ربنا يخليك. طب دكتور، في نصيحه تنصحني بيها في شغلي، في حاجه محتاجه اركز عليها او كده؟ انا نصحتك اهو، انا قلت لك النصيحه المنصات، تنزلي شغلك وتوري الناس نفسك كده، لان انا فنانه شاطره. تمام، شكرا يا دكتور. نعم. ايمان زاهر، كويس يا ايمان، شغل جميل، في جراه. ايوه صباح الخير يا دكتور. طبعا الفل هنا اسفه قوي، ما كنتش اخلص بس انا عاجبني وهو مش خلصان، في روح حلوه كده، بس طبعا مرحله المونوكروم كانت محتاجه شغل اكتر من كده قبل ما نشتغل التلوين. الاحمرات بقى بتاعه البراد محتاجين نشتغل عليها، نقويها اكتر. تمام، يعني هنكمل على ده وبعد كده نعمل المرحله بتاعه المبلغ ان شاء الله، هنشرحها النهارده. حاضر. في المحاضره. حاضر. تمام. اوكي، ميرسي يا فندم. ميرفا دياب، أداء جريء، كويس يا ميرفت. مرحلة المونوكروم بس يعني كنت أتمنى أشوفها بس عشان أشوف هي خلصانة أو لأ، أو غمقتي حاجات المفروض ما كانتش تتغمق أو لأ. لكن التلوين كويس، في جرأة. اللون بس بتاع التفاح تحس إن أنا عملت بثلاث ألوان بس. تمام، بس ما فيش مشكلة. هي موجودة فيها ألوان أكتر من كده، يعني فيها نقلات ودرجات أكتر من كده. أنت عاملة ثلاث درجات بس، درجة للاسعة ودرجة للفتح ودرجة للغام. فمحتاجين ندرس الموضوع في مرحلة المونوكروم بهدوء أكتر، محتاجين هدوء أكتر. تمام، إلا ساعات برضو مش بنرددها كلها بنفس الدرجة كده، يعني هي مش كده، هي في الحقيقة مش كده، كل واحدة ليها درجة، فبالتالي تحسي في الحقيقة عناية مش مأزية برضو، حتى دول مش بيض يعني، مش أبيض صريح كده، هتحس ان وقت الابيض شد العين في كل مكان. مع حاجات في المنظور بقى محتاجين نراجعها كده بعنينا من الصوره، يعني مش هنقعد نشرح منظور دلوقتي في الالوان عشان بس ما ناخدش من وقت حضرتك. تمام، جميل يا مير، تسلم ايدك. ميرسي. لا نشوف بعد كده سالي. سالي يا سالي، حلو التلوين ما شاء الله، في جرأة في التلوين، برافو، صباح الفل، تسلم ايدك يا سالي، ما شاء الله شغل جميل. تالي عملت الواجب بتاع المبلغ، يعني شايفين هي مرددة لون القماشة في الفاكهة، في المكعب، في الأرض، والحاجات نفسها واخدة من ألوان بعضها، فتحسوا بالتلوين والغنى اللوني اللي هنتكلم عليه. لأن وظيفة الفنان، دور الفنان مش إن هو ينقل الواقع، للأسف ناس كتير فاهمين إن هو لما ينقل الواقع بشكل كويس هو كده عمل اللي عليه وبقى فنان شاطر، لا بالعكس، أنت كده بقيت صنايع خلاص. لا أنا عاوز أعدي المرحلة دي وأبقى فنان بقى. الفنان بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة اسمها معالجة فنية. يعني مثلا المفروض لما ارسم طبيعة صمتة اوصل لمرحلة الواقع واضيف عليها كمان، يعني ازود الوان مش منطقية مش موجودة، اعمل حاجات الناس في العادة مش شايفينها عشان تبقى انت قدمت صورة مختلفة. ما هو كلمة معالجة دي يعني ايه؟ المعالجة يعني ما بنقول مثلا ان الطبيب عالج المريض، معناها ان هو نقله من مرحلة المرض لمرحلة الصحة، يعني مرحلة كانت وحشة وفيها مشاكل ومرحلة تانية كويسة. فدور الفنان ان هو ينقل الواقع ويجمله ويعمله بشكل تاني مختلف، في رؤية مختلفة. فهنتكلم ان شاء الله في ده برضو النهاردة عشان نوضح الامور اكتر. دكتور معلش، عايز اسألك على حاجة. الابيض يعني مثلا في المكعب وفي في اللي هي الجار اللي انا حطها دي، انا حطيت الوان كتير عشان انا حسيت ان اللون الابيض هيسحب الالوان اللي حواليه، فهل دي النظريه دي صح ولا غلط؟ هي نظريتك انت بس، ماشي كويس، صح يعني صح. يعني بيسحب الالوان، انا دي فكرتي او وجهه نظري، مش عارفه انا كنت سمعتها. بيسحب الالوان، انا مش فاهم برضو بيسحب الالوان بالظبط يعني يعني بياخد من الالوان اللي حواليه الابيض دايما، ما اعرفش انا بحس كده. ايوه الابيض وغيره على فكره، بس يمكن عشان الابيض ما فيهوش لون فبيبان فيه الانعكاسات كويس. فاكرين تاج محل اللي انا وريته لكم في اول محاضره؟ ايوه تاج محل عشان لونه ابيض فبيبقى عرضه اكتر ان الانعكاسات تبان عليه. لا عندك حق، تمام، صح طبعا، ماشي كويس. طيب.
مظبوط كده يعني لون المكعب مظبوط وال... الفل. تمام شكرا يا دكتور. شكرا يا سيدي. ماشي شوف مروة أسلام. جميل يا مروة، شغل جميل ورائع، في جرأة وفي لمسة مختلفة في التظليل ما شاء الله، تسلم إيدك. مرحلة المونوكروم مكتملة، يمكن الترمس ده محتاج بس شوية تأكيدات لكن كويس. فين مرحلة التلوين بقى يا مروة؟ مروة مش موجود. ماشي نشوف بعد كده شيرين هلال. ايه دكتور مع حضرتك. جميل يا شيرين، حلو قوي، بس ليه كل العناصر شفافه؟ كتير حلو، انت رسمه حلوه قوي، بس اما يبقى فيه كذا عنصر شفاف كده، الكاس والكوبايه والازازه، بيبقى كتير، تحس ان انت عماله حاطه على السفره صنف واحد وعماله تاكلي فيه، فاهمه؟ اما يبقى فيه تنوع بيبقى افضل للعين ان هي تشوف حاجات خشنه وحاجات بتلمع وحاجات ما بتلمعش. أيوة. بس طبعا تكوين مميز ما شاء الله. الكوبايه دي فيها ايه بقى؟ فيها زيت. هايل، حلو. طبعا مرحله المونوكروم جميله، في اهتمام بس زايد شويه بالقماشه في الحته دي، كان ممكن ما اهتمش بيها قوي لان المنطقه دي علاقه غامق بفاتح فشد العين اكتر من التكوين نفسه، فكان ممكن اتوهها شويه. وبدانا نلون اهو في الازايز، كويس عظيم حلو. وانت كمان عملتي انعكاسات كويسه وترديد كويس قوي يا شيرين، بس هنكمل عليه بقى في مرحله المبالغه، ندخل بقى ازرقات وندخل لبنيات والوان تانية مختلفه مش موجوده في التكوين اصلا. تمام يا دكتور. شكرا يا شيرين، تسلمي. يمنى حسن، كويس يا يمنى، الاسم كبير قوي، فحاولي لما تنزلي شغلك على الفيسبوك ما تحطيش الاسم بالحجم ده لان هو خاطف العين من الشغل نفسه. طبعا انا قلت بلاش حاجات مزخرفه، ليه؟ عشان ما نقعدش نركز في رسم التفاصيل والزخارف وننسى المهمة الأساسية اللي احنا طالعين لها، ان احنا نقعد نجسم الحاجات ونحط الغامق في مكانه والفتح في مكانه وبعد كده نقعد نلون وندرج وندمج الألوان مع بعض. فياريت يبقى عندنا دايما هدف أساسي بنسعى له، ما نشتتش نفسنا بأهداف تانية سنوية. خلاص. طبعا برضو انت شغالة على الناحية الناعمة، يعني الورقة مش خشنة، فياريت يفضل كل ما تبقى الورقة خشنة كل ما يبقى أحسن وبتطلع درجات أحسن معايا. منطقة الفتح عشان ما سبتهاش فاتحه في مرحله المونوكروم، فبالتالي استخدمت فيها درجات برتقاني غامق فغمقت منها. فعاوزين نهتم بمرحله المونوكروم عشان الغامق والفاتح يفضلوا ظاهرين طول الوقت. شكرا يا يوم. بعد كده ايمان مرعي. يا استاذه ايمان. ايوه مع حضرتك. جميل قوي الشغل طبعا، بس ليه ما عملناش تكوين؟ لا عملت واحده ثانيه. دي كنت بدأتها قبل ما اجيب الافرخ الورق كده، فقلت كملتها بعدها. طيب لا تسلم ايدك والله، اداء جميل عظيم ما شاء الله. تسلم يا دكتور. شكرا جدا. مروه محمود. دكتور صباح الخير. طبعا الفل يا مروه، كويس، تكوين مختلف ما شاء الله وعملتيه كويس، ويا ريت نحاول برضو ما نقلدش بعض في التكوينات، يعني كل واحد بيبقى ليه التكوين بتاعه هو اللي عارف قدراته ايه ويقدر يعمله كويس ولا لا. فمش معنى ان حد رسم ازاز شفاف كويس ان كل الناس تقلده وترسم ازاز شفاف، مش هيطلع كويس. فكل واحد يبقى عارف قدراته ايه، فبالتالي يختار العناصر على قد قدراته على قد اهتماماته في ان هو يظبط شويه حاجات ناقصه عنده. اللي عاوز يظبط المنظور مثلا ما يجيبش حاجه فيها منظور معقد وهو عارف ان هو عنده مشكله في المنظور. حد ما بيعرفش يعمل تفاصيل فيجيب حاجات مليانه تفاصيل ويقعد يرسمها. لكن مروه هنا اختارت حاجات فعلا تكوين صعب مش سهل ومليان ملامس وتفاصيل مختلفة وتكوين غير معتاد. أنا صوتي راح ولا موجود يا شباب؟ لا الصورة ما فيش صورة خالص، احنا مش شايفين صورة يا دكتور. لا في صورة، صورة كمان في صورة، مش عارف لا في صورة وفي صوت. ماشي شغلك جميل يا مروة، برافو عليك. هنكمل عليه بقى في مرحلة المبالغة في الواجب ان شاء الله. ومروة عاملة شغل تاني كويس بس تقريبا ده على الناحية الخشنة ولا الناعمة، ولا انت اللي اداك عنيف شوية هنا؟ لا هي على الناحية الخشنة عادي، بس هو دوت ورق مختلف شوية يعني. ورق مختلف. طيب ماشي حلو، عجبني برضو الاداء ان شاء الله. شكرا يا مروة. في واحدة تانية جاية. طيب لما تيجي بقى ايمان مرعي. وهي دي بقى اي حلو، التكوين حلو، القطع كويس مميز،
هو المونوكروم انا كنت ما صورتش ما صورته يعني ما كنتش صورته وهو مونوكروم، كنت بدأت ألون فعملته أسود فابيض بس لا. كنت حاجات وديلة بس اللي عملتها. لا لا أم إيديكي جميل تكون ممتاز والشغل حلو والقماش كمان هو بس الحتة اللي قدام دي اللي هي منعكسة على الإزاز ما عملتهاش بصراحة. عادي لا مش مشكلة عشان ما تشد لك تبقى زحمة. اي طب دي تمام. المبالغة فيها تبقى ازاي ولا بلغ في التانية ما هو خلوا المبالغة بقى ان شاء الله يعني هنشوف المحاضرة الاساسية وهجيب لكم نموذج نقعد نشرح عليه موضوع المبالغة دي. تمام خلينا بس نتفرج الاول على الواجب وهشرح لكم موضوع المبالغة بالتفصيل ان شاء الله قبل ما تشتغل ان شاء الله. مروة محمود كويس يا مروة ماشي كويس ان في محاولات لرسم اكتر من تكوين ماشي. شوف اي طلاب علي صباح الخير اي صباح الفل يا استاذه اي حلوه قوي الوان مميز الوان مش صباح الفل. هو انا عارفه ان في مشكله في المنظور بتاع الكتاب بس انا رسمته زي ما انا شايفاه لما جيت اصور ما هو المشكله صورت من قريب صورتي من قريب انا قلت قبل كده نبعد شويه ونعمل زوم ونصور فحاولت ان انا اظبط التصوير زي ما انا شايفاها ما عرفتش خالص غير لما صورت من فوق فطلع الجنب الجنب بتاع الكتاب بقى ما بانش وبقيت العناصر اللي ضغطت طبعا وبقها وسع فقلت خليه زي ما انا كده لا فمش عارفة أزبط حسب الصورة ولا زي ما أنا شايفة. هو المفروض أن الصورة تبقى زي ما احنا شايفين فنعملها ازاي وانت قاعدة مكانك صورت وعملي زوم ما تقوميش وتقربي من التكوين. يمكن كنت محتاجة أبعد شوية نبعد شوية ونعمل زوم في الحاجة مش هيبقى فيها ديستورشن إنما التلوين هايل طبعا مرحلة حلوة جدا التظليل ناعم وفي إحساس عالي قوي محتاجين بس نعمل بقى مرحلة المبالغة اللونية اللي هشرحها لكم إن شاء الله بعد المحاضرة يعني محتاجين بقى القماشة الزرقاء دي يدخل فيها الأحمرات والأحمرات يدخل فيها من الأزرقات ونقعد نعمل ترديد لوني في كل مكان. شكرا جدا تمام أوكي مي شكرا لحضرتك تمام جدا مي يا دكتور صباح الخير صباح الفل يا مي شغل عظيم ما شاء الله شغل مثالي ربنا يكرمك والله وبرافو انك بتنزلي شغلك بدري على طول اول باول كده عشان الناس تستفيد وتتعلم منه. شكرا ما عنديش كلام والله شغل رائع. طب هي مش الالوان باهته يعني انا بحس دايما ان الالوان بعيني بتطلع باهته كده مش لا مش باهته دي شخصيتك لا بالعكس ده اللي عامل حاله حلوه حالمه جدا في الشغل خليها باهته ايه المشكله مش باهته لا طبعا مش عارفه انا كنت عايزاها تطلع زاهيه كده زي الصوره تطلع الماركه بتاعت الالوان بتاعتك ايه؟ فيبر كاسل اللي هي العلبه الحمراء العاديه 48 يوم. طب برافو انك عملتي بيها كده دي حاجه هي وبعدين قولي لي انت قولوا لي يا جماعه كده الرسمه احلى ولا التكوين الحقيقي؟ لا الرسمه احلى الرسمه احلى التكوين الحقيقي مزعج الوانه مزعجه كلها مشده لين في كل اتجاه ومفيش فيه لمسه فنيه دي انت عامله معالجه فنيه من ده اللي كنت لسه بتكلم فيه ما يبقاش هدفك نقل الواقع بالظبط لان الواقع فيه حاجات وحشه فكونك فنانه لازم تعالجي الواقع بشكل كويس. تمام ماشي وهنتكلم عن المعالجه الفنيه ده ان شاء الله في المحاضره. فشغل عظيم يا مي شكرا جدا. شكرا يا دكتور شكرا جدا. زينب سالم كويس يا زينب اداء عفوي وجميل برافو محتاجين بس نشتغل اكتر شويه. القماشه محتاجه اصفارات الشغل في الخشب محتاجين نشتغل فيه شويه محتاجين نشتغل في الخلفيه والظلال اللي ورا فعاوزين بس نكمل ونشوفه بعد ما يكمل انما شغل مميز وحاولي برضو ما تغمقيش اماكن الفاتح اي منطقه نحس ان فيها نور لازم نفكر ألف مره قبل ما نحط فيها درجه غامقه عشان ما تغمقش من لان هي لو غمقت مش هنعرف نفتح انما لو حاجه فاتحه نقدر نغمقها. شكرا يا زين. بعد كده اميره أميرة أيوة دكتور صباح الخير صباح الفل هي كده خلصانة ولا إيه ولا في لا لسه طبعا لا لسه ما خلصش المونوكروم حتى
طيب محتاجين نظبط بس منظور الجزء ده. شايفه الدوران ده؟ عامله ازاي؟ مسطح. مسطح يعني اظبطي بس المناظير بتاعت الاسطوانات دي ونبدا على طول انما كويس بقيه الحاجات هاي. ماشي يا دكتور. شكرا يا امير. شكرا لك. ايوه دكتور صباح الخير. مميز يا امنيه برافو عليك. هيبقى ناقصنا بس مرحله المبالغه اللونيه. طبعا انت عامله بينا لون حلو قوي في بره الصلايه وحتت من القماش، لكن عاوزين نبالغ اكتر في الالوان بقى وهشرح لكم ده ان شاء الله بقى. تمام شكرا يا امنيه. ميرسي يا دكتور. شكرا. ميرفت تاني شفناها خلاص حلو تمام كروم كويس، كان محتاج بس الدراسه بقى. يعني شايفه التفاحه هنا مش مدروسه بقى مقول فاتح فيها بشكل كويس، فبالتالي لما جينا لونناها بقى تصر. تمام يا دكتور. ماشي نشوف منال. ايوه يا دكتور صباح الخير. يا دكتور صباح الفل. احساس جميل في التلوين والتصدير، في حاله كده حالمه في الشغل برافو، بس في اهتمام زايد قوي بكسرات القماش خلاها ما بقتش منطقيه. صح؟ هو هقول لحضرتك حاجه، هي جت كده انا الاول عملت الخلفيه الورقه عندي لونها بيج والخلفيه في الحقيقه لونها بيج، فقلت ادي درجات مختلفه. باظت الاول، حطيت اللون الاقر لقيته بقى وحش قوي، رحت حط عليه درجه اخضر لقيته باظ، رحت حط قلت اخد من درجات الموف اللي في الجناب، وبعدين حط فيها بما يعني مش قادر اقول لحضرتك قد ايه، فطلعت في الاخر كده. بس ده كنت خايفه تبوظ فقلت مشكلتي مع الالوان. انا عاجبني الالوان جدا على فكره والله. انا مشكلتي فين؟ في رسم حاجات مش موجوده. الحاجات دي موجوده، كانت موجوده فعلا، العروق دي موجوده، الشرايين دي موجوده، هي في الاصل موجوده بس انا ما كنتش عملتها في المونوكروم، هي في الاصل كانت موجوده. لا فيها ورسمتها في خيالك اكتر. معلش الصوت قطع يا دكتور، حضرتك اتفضل تاني. بقول لك انت بلغتي فيها ورسمتيها من خيالك. يعني لو قارنتها بالواقع هتطلع بالظبط. لا طبعا هي مبالغات طبعا مش بالمنظر ده طبعا. تمام. بالغ قوي في الملمس على حساب الظل والنور، يعني يبقى اهتمامي اكتر بالظل والنور، لان انت عامله كل حاجه بشكل كويس واقعي كويس، بس القماشه تحس ان هي بقت زخرفيه، بقت نحت، بقت لر، بقت حاجه تانيه غير القماش. ما هو من كتر ما انا مسحت وودي البني وبعدين امسح مسحت فيها قد كده يعني، فاعتقد انا دايما دي بسبب ان احنا عندنا هاجس دايما ان القماش صعب واحنا ما بنعرفش نرسم قماش، يعني بنشتغل فيه اكتر زياده عن اللزوم فبنبوظه. ايوه ان هو كان في الاول، بصي هو في المونوكروم قماش حلو قوي. كان ممكن بس تلونيه على كده خلاص. طب بالنسبه يا دكتور الاسود حضرتك كنت قلت لنا بنستخدمه يعني في المزانق بس كده. انا في حاجات اضطريت ان انا اغمقها يعني درجه البني ما غمقتش كده، هل ده فعلا مش حضرتك قلت بيفقر اللوحه؟ قلت الاسود مش حلو للوحه، فمش عارفه ده غلط. طالما استخدمتيه في منطقه غامقه، طالما استخدمت الاسود في منطقه غامقه تعمل حاجه عادي كويس. لان احنا بنقول التونات عندنا اهم من الالوان، يعني انا مش هتبسط لو اللون ده شبه الطبيعه بس فاتح، لا انا هتبسط لو اللون ده غامق وجايب لي الفورم كويس بس مش نفس اللون اللي في الطبيعه. تمام يا دكتور. كده التون اهم من اللون. شغل جميل يا منال، تسلمي. ربنا يخليك يا دكتور، شكرا لحضرتك. نعم. اسماء جمال. اي دكتور. حلو قوي يا اسماء، ليه ما كملناش؟ هو انا وليت الخميس اللي فات في وقتي مزنوق جدا ومش عارفه اعمل اي حاجه. لا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا يكرمك يا اسماء. يلا لما تفوقي كده بقى كملها لنا ان شاء الله. طب مفيش اي تعليق عليها؟ لما تخلصيها اقول. ماشي تمام. لحد دلوقتي كده كويس تمام. زي الفل. ماشي يا دكتور. شكرا جدا. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا هدير، حلو، تكوين مميز يا هدير، برافو، في حاله كده مختلفه ما شاء الله. ايه تاني بس هو التصوير، بس مشكله التصوير الكاميرا نفسها مبهته الشغل. شغاله على الظهر ولا الوش يا هدير؟ لا الظهر.
متأكدة؟ الوش 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 ولا الظهر؟ خشن ولا ناعم؟ هي الشبكة عندي وحشة شوية فالصوت بيقطع. طيب ماشي، احنا بنشتغل على الخشن عشان يقبل شغل اكتر، وبالتالي ملمس الورق بيبقى باين كمان، فبيعمل حالة حلوة في الشغل. بس كويس قوي يا هديه، برافو. شوف ايمان زاهر، شفتنا ايمان شغل جميل وجريء. بس حاولي يا ايمان بعد كده لما ترسمي تكوين بالعرض صوريه بالعرض، لان ده بيعمل مشكله بعد كده في التصميم مرحله الكادر. ايوه فعلا مع حضرتك حق، انا بس حسيت ان البراد والتكوين عريض قوي، فقلت مش هتيجي بالطول، هتبقى ضيقه هتخن. يبقى صورتيها ليه بالطول في الاول؟ كانت عجباني الستاره. لا تخيلي لو انت مخرج، شغاله مخرج، والمفروض ان الكادر يتصور بالعرض، وقمتي عاجبك مثلا نخله موجوده في المسلسل، قمتي مصوره النخله عشان تدخليها غصب عنها كده. ايوه فالكادر هيظبط ولا هيبوظ؟ لا هيظبط. بوظي الكادر، انا لازم من الاول خالص استقر ان هعمل ايه. يعني انت عجبك القماشه ومع ذلك ما رسمتيهاش اصلا، انت قطعتي. ما بالظبط ما لحقتش اخلصها للاسف، بس انا هشتغل عليها، بخلصها دلوقتي ان شاء الله. كويس قوي، شكرا. شكرا. هذا الطويل يلا. صباح الفل يا غادة. كويس يا غادة، تسلم ايدك. منظور الازازة بس، انت مصورة الحاجة برضو من فوق، فمن زاوية مرتفعة قوي. حاولي تبعدي وتعملي زوم احسن. ماشي. التلوين كويس، بس ليه بتلوني حتة حتة؟ انا يعني حاسس ان العناصر هي اللي متلونة ومفيش تلوين في الخلفية، مع انك في الوان هنا في كل مكان في الخلفية، في الارض وفي الخلفية. ما هو انا رسمت على ورق رصاصي فاتح، وبعدين عملت الستاره رصاصي فاتح، فحسيت ان انا اتلخبطت يعني. نعم. ليه جبت القماشه برضو رصاصي؟ كنت متخيله انها هتسهل عليا في الـ في الـ في التلوين. بعدين في المونوكروم كانت ما عنديش مشكله، لما جيت الون بقى هي المشكله طلعت. حسيت ان انا لو هتقل في الالوان هطلع كده بره لون اللوحه الاصليه، هطلع على درجات الازرق. حلو. ممكن ما هو ده اللي انا عاوز اعمله بقى في المرحله الثالثه، مرحله المبالغه. يعني انا عاوز القماش دي مثلا تبقى زرقاء، تبقى حمراء، تبقى لون تاني. تمام. خلاص؟ تمام. شكرا يا غالي. تمام جدا. شكرا. انا ليا سؤال بعد اذنك. قول. يعني ممكن تكلمنا على الامضه في اللوحه؟ يعني بنمضي فين؟ وحجمه قد ايه؟ وهو العرض مبدئيا؟ مبدئيا طبعا الموضوع ليه اساسيات تانية كتير هنتكلم فيها قدام شويه، بس مبدئيا نمضي في التلت هنا، يعني مثلا هنا كده، هنا هنا، وما تمضوش جنب البرواز بره، عشان لو اللوحه اتبروزت الامضه هتتقطع، يعني ده غلط. فامضوا ده دايما في التلت، وما امضيش في نص اللوحه، ما اجيش هنا وامضي مثلا، ما اجيش هنا وامضي، لا خلوها دايما النسبه المريحه بتبقى في التلت. يعني قسم اللوحه كده تلات تلات، وهشاور لك بالازرق كده ايه المنطقه اللي ممكن تبقى مناسبه، يعني في المجال ده كده. طبعا في ناس بتكسر القاعده دي، بس انا بقول لك مبدئيا دلوقتي خلوا الامضه في المناطق دي تقريبا. معلش يا دكتور، انا برضو كان نفسي اسال موضوع الامضه ده، هو برضو بنفس الخامه اللي انا بشتغل بيها، زيت او باستيل او رصاص؟ لازم بنفس الخامه اللي انا برسم بيه. تمام. وباغمق لون ولا فاتح ولا بايه؟ لا على حسب، لو انت هتمضي على ارضيه غامقه بمضي بفاتح، لو بتمضي على ارضيه فاتحه بمضي بغامق. يعني انت بتمضي اسود او بالعربي؟ بالعربي، انا بفضل العربي طبعا. تمام. ولازم اكتب التاريخ؟ يفضل برضه. تمام اوكي، ميرسي يا فندم. وهي الامضه غير اللوجو يا فندم صح؟ لاني بلاقي اللوجو حاجه، حضرتك ماضي واللوجو حاجه والامضه حاجه صح؟ اللوجو حاجه والامضه حاجه طبعا. وما ينفعش الامضه تبقى لوجو ولا اللوجو يبقى امضه. تمام شكرا. تمام شكرا جزيلا. وفي ناس برضه بتعمل زي ختمه كده. ختمه طبعا، ما الختمه ده برضه حاجه ثانيه غير الامضه، فانا ممكن امضي واختم ويبقى ليا لوجو، وممكن الختم يبقى هو اللوجو انما مش الام. فانا شخصيا ليا ختم غير اللوجو وغير الام، ليا ثلاث حاجات. ماشي تمام. شوف رندا. ايوه دكتور صباح الخير. كويس قوي يا استاذ رندا، صباح الفل. اللوحه بس دافيه قوي بزياده، محتاجه بقى في الظلال نرد كده بموفات وازرقات عشان نبرد الدنيا شويه.
انك اخترتي أوكي. ورقه دافيه فين معظمه دافي، فبقت البارد الوحيد هو الجزء المدور السبب. هو انا لاحظت ان القماشه كان المفروض تبقى لون تاني طبعا، يعني ده كده خدت نفس لون الدنيا كلها يعني. بالظبط نفرق بعد كده. خلاص انما شغل جميل، هنكمل بقى المبالغه ونظبط الحاجات اللي ناقصه ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، ميرسي قوي. الله يخليك، شكرا جدا. نشوف فرح عبد الوهاب. يلا يا فرح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فرح. كويس يا فرح، بس ليه عامله بلور كده في الصوره؟ انت قصده عامله ايه؟ في تقيده كده في الصوره، فلتر. انت عامله فلتر وانت بتصوري؟ لا مش قصده. يا قصده ده كده معايا، يعني المونوكروم متصور كويس. حلو قوي احساسك في المونوكروم. حلو قوي الاتجاه مختلف. انا مشغله التلوين كويس بس في عنف في التلوين، المفروض يحصل العكس. يعني عاوز ممكن المراحل الاولى يبقى فيها عنف شويه وابتدي بعد كده اهدى، ولما اجي الون اهدى اكتر وهكذا. لكن في المجمل الشغل حلو. بس حته يا دكتور، يعني مناطق كده الالم بيبقى عنيف قوي فيها، ممكن يشد العين. ما هي في حته غمق قوي، ما كنتش يعني ما انا ممكن اغمق خالص، ممكن اقعد ساعتين اغمق فيه، انما لما بضغط الالم بيخربش وبيبان الخطوط في الورق. فعلا تقلت بالالم فعلا. ما تقليش، خدي خليها تطلع واحده واحده، تستوي بهدوء. صح كده. جميل قوي يا فرح، برافو عليك. شكرا يا دكتور. شكرا جدا. نشوف بعد كده ناديه. ايوه يا دكتور. جميل يا ناديه قوي، احساس جميل ما شاء الله. البراد بس منبعك شويه، حاجه بسيطه بس في المجمل حلو. ايه تاني؟ كويس، لا كويس قوي، شغل جميل ما شاء الله. هو المونوكروم كان ايه؟ كان بنيات ولا ابيض واسود ولا نسيتي تعملي ايه؟ المونوكروم هو ده. ايوه معمول بدرجات ايه؟ البني. يعني انت مصوره دلوقتي الوان ولا ابيض واسود؟ لا اللي هي الثانيه. مش مشكله، خلاص مش، بس هي الصوره معموله جري سكيل، هي السود ابيض واسود. ماشي، حلو يا ناديه، برافو عليك. عاوزين بقى نعمل مرحله المبالغه اللي لسه هشرحها. بس الستاره يا دكتور، انا اكتشفت بعد كده ان هي قريبه من لون الورقه. مهما احط لون مش مدياني اللون الحقيقي يعني. طب ماشي بقى، اعمل ايه؟ اغيرها؟ اغير اللون؟ طب الكلام ليكم كلكم دلوقتي، لو لقيت ان القماشه طلعت بالظبط نفس لون الورقه يبقى المفروض اعمل ايه؟ اشتغل فيها ولا ما اشتغلش؟ ماشي ده ضل ونور واسيبها خلاص. ضل ونور بسيط وما اشتغلش فيها، خلاص ربنا مسهلها عليا وصادف ان الورقه بقت لون القماشه، اتعب نفسي ليه واقعد اغير في لونها؟ تمام منطقي اللي انا بقوله ولا لا؟ تمام. بس يبقى لو صادف معايا اي عنصر في التكوين ان هو شبه الورقه يبقى اعرف على طول ان ده اكتر عنصر انا مش هشتغل فيه. كويس؟ طب خلينا نختار لون الورقه حسب هل احنا اخترنا؟ لا انا ما اخترتش اي حاجه، بالعكس انا بقول لك لو اخترتي فعلا ورقه لونها بيج وجبتي صادف ان في قماشه بيج كبيره في التكوين، ده معناه ايه؟ معناه ان انا مش هشتغل كتير في القماشه خلاص. بالظبط، فهيوفر عليها كتير. بس تمام جدا. نشوف بعد كده مين؟ لا فين الامضى؟ معلش يا دكتور حاضر. لان انا زيك ما ينفعش ما تمضيش. ربنا يخلي حضرتك والله. حلو قوي ما شاء الله، شغل هايل يا داليا، ولمسه جريئه ومميزه وفي تنوع وغنى لوني، انت مش محتاجه تعملي الواجب بقى بتاع المبالغه خالص. شكرا، ربنا يخلي حضرتك. بس امضي عليها بقى. حاضر. الشغل مجرد ما بينزل على النت خلاص بقى في ايد الناس كلها، فما ينفعش موجود عند الناس من غير ما يبقى عليه امضى. حاضر. زي الفل، شكرا جدا. ميرسي يا دكتور. طيب احنا خلصنا الواجب، قولوا لي دكتور. معلش يا دكتور، ممكن بس اشوف لوحتي؟ انت مين؟ انا مروه اسامه. جت يا مروه واتكلمنا عليه، انت كنت فين؟ والله حصل كان عندي ظروف بس معلش. طيب معلش ولا يهمك، هتتابعي بس التسجيل هتلاقي التعليق عليه. ماشي يا دكتور، شكرا. في حد عنده اسئله يقول. دكتور هو الالوان الخشب بطيئه قوي ولا ولا انا اللي بطيئه قوي يعني؟ لا الالوان الخشب لازم نتعامل معاها بهدوء وبطء. عارفه اللحمه الجملي؟
اسمها طبعا اللي هي بتاخد وقت في السوا جامد. طبعا ينفع تسويها تسويها في ساعه وتاكليها؟ ما ينفعش، خدي وقت. فما ينفعش نقارن الخامات ببعضها، لكل خامه ليها طبيعتها وليها ظروفها. تمام يا دكتور. شكرا. في سؤال يا دكتور ممكن؟ طبعا طبعا. بالنسبه لما الواحد بيرسم الرسمه وبتبقى لونها باهت شويه ويعمل لها اوتو، فبتبقى لونها زاهي اكتر، هل ده يعني تغيير للوحه؟ ايه براحتك، بيعمل لها اوتو. اصل انت عاوزه تعرف براحتك بطريقه معينه، دي حاجه بتاعتك انت، بس انا بفضل ان انا ما بعدش قوي عن اللوحه الاصليه. ما هو بالظبط يعني اعالج المشاكل بقى. انما ما اعملش اوتو وخلاص واخلي الموبايل هو اللي يعالجها. يعني اوقات الواحد يصورها يحس انها ابهت من الطبيعي. ايوه يعني بالظبط، اوتو تبقى اغمق شويه من الطبيعي. هي مشكله الاوتو ان هو بيبالغ. انا ممكن اظبط انا التباين بنفسي بدرجه بسيطه قوي، اظبط الالوان عليها شويه بدرجه بسيطه لحد ما الاقي نفسي وصلت للشكل اللي انا عاوزه اقرب حاجه اظهره للناس. ايوه خلاص، شكرا جزيلا. طيب خلونا نبدا المحاضره وهنسال تاني، هيبقى في فقرات تانيه للاسئله عشان نلحق بس ناخد الحاجه بتاعه النهارده.